الهرمونات اثرنا على الفيزيكو كيميكال بروبرتيز مالت الدراج. طبعا البوليمورف هاف بولتي اند سبونتينيوسلي كونفرت فروم ذا ميتا ستيبل تو ذا ستيبل فورم. هو البوليمورف اللي فت فورمين ميتا ستيبل وستيبل. طبعا اكيد كل دراج هو الميتا ستيبل والستيبل فورم مالته تختلف عن الدراج الاخر، فاذا كل بوليمورف راح يختلف بالستيبلتي. هذا طبعا الاختلاف هو مو سهل، راح ياثر لنا هواي على الفيزيكو كيميكال بروبرتي. They exhibit different melting point. مثل ما قلت لكم شلون كانت الاسبرين، اكو اسبرين يصير بي ميلتنج بال 142، اكو بال 100، اكو بال 147. فاذا ديفرنت بوليمورف هاف ديفرنت ميلتنج بوينت. باودر اكس راي ديفراكشن، اكو في الجهاز يعني الاكس راي تجي على الباودر يصير بها ريفليكشن، فهذا الريفليكشن بال الاكس راي ديفراكشن باودر اكس راي ديفراكشن راح يختلف من يعني بوليمورف الى اخر. وديفرنت ان ذا سوليبلتي ايفن ثرو ذي ار ايدنتيكال كيميكلي، يعني هو الكيميكال ستراكشر مال واحد بس هنا الميلتنج بوينت متغيره، الباودر اكس راي ديفراكشن عندي متغير، السوليبلتي عندي متغيره. زين هسه نجي ناخذ على فد اكزامبل حتى تشوفون شلون البوليمورف هو تاثيره حساس على البايو افيلابيلتي مالت الدراج. عندنا ثيوبرومو اول او الكاكاو بتر، هي البوليمورفوس ناتشرال فات. هذول بوليمورفوس ناتشرال فات الكاكاو بتر يستخدموه طبعا الى اربعه بوليمورفيك فورم، الجاما اللي هو ان ستيبل بال 18 ويصير بيه ميلتنج درجه 18، الالفا شو اسمه ايضا هو موجود والميلتنج بوينت مالته 22، البيتا برايم اللي هو الميلتنج بوينت مالته 28، والبيتا فورم اللي هو الميلتنج بوينت مالته 34.5. هسه تشوفون احنا هاي الثيوبرومو اويل كسبوزيتوري، انتو شنو معلوماتكم عن السبوزيتوري؟ شلون شو يصير بيها؟ شو يصير بيها السبوزيتوري من تدخل الى جسم الانسان؟ دكتوره السبستريز هي سوليد ات ذا روم تمبرتشر، نعم يعني بس وين انسيرتد ان ذا بودي ان ذا بودي كافيتي اتس ويل ميلت از ريزلت از ذا بودي تمبرتشر اللي هي يعني تكون مرتفعه فتكون يعني 39 30 حسب درجه. تمام شكرا جزيلا. شنو اسمك؟ احمد لطيف. احمد لطيف زين شكرا احمد. فهي ال سبوزيتوري يصير بها ميلتنج من تفوت الى درجه حراره جسم الانسان بدرجه 39 يصير بها ميلتنج. هسه احنا جت شركه وجت تصنع سبوزيتوري، تصنع حامل خافض للحراره مع الاطفال، تريد تخلي بها ثيوبرومو اويل. زين يا فورم راح تختار من هذول احمد؟ نعم دكتورة. يا فورم راح تختار الشركة من هذولة اللي قلت لكم عليها اللي هي الجاما لو الألفا لو مية، منو راح تختار الشركة؟ ها عيني أحمد تسمعني؟ أسمعي دكتورة لكن I have no idea. زين يعني انت هسه مو انت عرفته زين، هسه انت اكو 18 اكو 28 اكو 34، ايش راح تختار الشركه يا فوم؟ دكتوره 34 34 من وياي امنه. يلا شكرا امنه. واحمد امنه شنو ماما انت؟ امنه علي دكتوره. امنه علي شكرا جزيلا. امنه ليش نختار ال 30.5؟ البيت هل قريبه من درجه حراره الجسم؟ قريبة من درجة حرارة الجسم. تمام أحمد لطيف وأمن. أحمد لطيف وأمن أنتم سيناركم لكم طبعا لأنه تشاركون شاركتوا بالمحاضرة. شكرا جزيلا. قالوا أمن وأحمد عرفوا السبوزيتوري وقالوا يا فورم اللي إحنا راح نختاره، راح نختار طبعا اللي هو 34.5 قريب من درجة حرارة الجسم. فأنتوا يعني إذا هو يجي الشركه تجي تختار بوليمورف وهو هذا انستيبل، لو تختار بوليمورف ذاك مثلا الميلتنج بوينت مالته 18، احنا ايش راح نستفاد من عنده؟ يعني راح تطب التحميله وتطلع
بدون انه تنطي، لانه هو طبعا يصير بها ميلتينج، وهذا عمليه الميلتينج بعدين وراها راح يطلع الدراج، وباللارج انتستين يصير بيه ابزوربشن ويروح الباراستامول The geometry of covalent bond, the level of separation, the attraction and repulsion of anion and cation. طبعا اكيد شنو، لا قلت لكم اذا انا استخدمت ميثانول بدال الايثانول راح يصير عندي غير بوليمورف. اذا اكو اي impurities اثناء عمليه، اثناء وجود السولفنت مثلا شويه بي ووتر، هذا راح ياثر لي على تكوين البوليمورفيك ستيت. درجة الحرارة، أنا إذا أصعد درجة حرارة مثل سويت لحد is more active than form 3 هاي for example. طبعا الاكزامبلات هاي تحفظوها، مطلوبه من عندكم الادويه كلورامفينيكول سلفاميتر. هنا الاكزامبل الثاني عندنا على الكورتيزون اسيتيت سسبنشن. الكورتيزون يستخدموه طبعا يعني استخداماته يعني جدا جدا شاسعه، وهو طبعا هو بس هو سلاح ذو حدين. احنا الكورتيزونات نعرفها، يعني قلت لكم الكوشنج سيندروم، اوستيوبروسيس، هاي سايد افكتس، الديكريز الاميونيتي قاتله، بس بنفس الوقت الديكسون هو انقذ حياه ملايين من البشر هسه بالكورونا. نحكي عن كورتيزونات بصوره عامه اللي من ضمنها ديكساميثازون، انقذ حياه الملايين، يعني ملايين الاشخاص من اخذ الكورتيزونات، زيد الليفل مالت الاكسجين عندهم، فشوف لون انقذ حياه المريض، ريسبيراتوري سيمتوم حسنها. فيعني اكيد يعني لها فد استخدامات يعني جدا شاسعه، ان شاء الله تاخذوها بالفارماكولوجي. الكورتيزون استيت موجود بشكل سسبنشن بي على الأقل عنده 5 different form، أربعة منهم unstable in the presence of water and change to a stable form. فالكورتيزون استيت هو كإكزامبل ده يقول لك هو موجود. فطبعا الشركة كل ما سويت البيوريفيكيشن يجوز لازم تغير السولفنت، ما تستخدم ووتر، تستخدم سولفنت آخر حتى تقلل من العملية مالت changing from one form to another. على الأقل تحصل على ال stable form اللي هو راح يكون عندي more active. زين، حكينا احنا بالكريستالين وأنواعها، هسه نجي نحكي على الأمورفوس سوليد، وحكيت لكم عنها بالمحاضرة السابقة، قلت لكم هاي الكوتين كاندي شعر البنات، وشوفوا الشوجر كريستال هاي لها ديفينيت شيب، هاي ديفينيت شيب تغيرها انت هيك بيدك. زين، فهناي السوليد ذات دونت هاف ا ديفينيت جيومتريكال شيب ار نون از امورفوس فور. الامورفوس كونسيدر از ا سوبر كولد ليكويد. فاذا هو سوليد بس هو يعني حاله بين السوليد والليكويد، in which the molecule are arranged in somewhat random manner as liquid states. فاذا هي حاله بين السوليد والليكويد الامورفوس، وما لها melting point. مثلا اذا جبت لكم بالامتحان what's the melting point of paracetamol amorphous form، كتبت لكم 160 165 مثلا 170 no melting point. إذا قلت الأمورفوس فورم فتقولوا لي ما إلى melting point، تختارون ال no melting point. بس إذا جبت لكم الكريستالين فورم طبعا تختارون، يعني أكيد أنا حجيب لكم فد شيء توضيحي، حتختارون فد وحدة إلها فد melting point معينة.
فلازم تفرزنوا لي ماما. البوليمورفيزم الحالة تظهر بس بالكريستالين فورم، بالأموفوس فورم ما موجودة. البوليمورفيزم تظهر فقط بالكريستالين فورم، بالأموفوس فورم هي حالة غير موجودة، لأن المولكيولز هال يعني ديفرنت ارينجمنت. فهنا كلش تنتبهون بالامتحان، لإذا إجاكم فتشي على الأموفوس سوليد ابدا لا تختارون انه الى بوليمورفيك فورم. زين، شوفوا باعوا الارينجمنت مالت الموليكيول بالكريستالين وبالامورفوس فورم شلون مختلف. باعوا هنا شلون الكريستالين، شوفوا شلون مصفطات مثل الخرز وحده بصف اللوح. باعوا بالامورفوس ما لها ديفينيت شيب، كل هيك ما لها ديفينيت ستراكشر، يعني مرتبطه بشكل بس عشوائي، فالانرجي مالتها عاليه فلهذا السولوبلتي مالتها عاليه. الميلتنج بوينت اند انترمولكيولر فورسز ذا هيت اوف، هسه احنا ما طول عندنا سوليد، يعني شنو عندنا؟ يعني عندنا ميلتنج مثل ما حكينا بالغاز وبالليكويد، وهنا هسه بدنا نحكي عن السوليد. هناك حكينا قلنا الحالات اللي ممكن انهم تتحول بها، هنا نجي نحكي عن الانترموليكولار فورسز وتاثير الميلتنج بوينت عليها، لانه السوليد ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه ميلتنج. ف الهيت اوف فيوجن از ذا هيت ريكواير تو انكريز ذا انترا اتوميك اور انترموليكولار ديستانس ان ذا كريستال ذس الاوينج ميلتنج انكريز موليكولار موشن. يعني انا من جيت حركت الجزيئات الموليكيولز مالتي، حركت بالكريستال فورم، سويت اني اجي ضعضعت الانترموليكولار فورسز اللي تربطها، زين زيدت الانترموليكولار موشن، فبالتالي اني راح شو اسوي؟ راح اجي احولها للليكويد فورم. Because the polymorphic form represent different molecular arrangement leading to the different in the crystal form of the same compound due to the different intermolecular forces. لانه مثل ما حكيت لكم بالمحاضرات السابقه شلون تتاثر الميلتنج بوينت، قلت لكم الاسبرين مره بال 140 يصير بميلتنج، مره بال 141، لانه الكريستالين ستراكشر الارينجمنت مالت الموليكولز مالته تختلف من يعني بوليمورف الى اخر، فلهذا راح ينتج عنه different arrangement of the molecules. هسه نجي على حالة كلش مهمة عندنا اللي هي بالميلتنج بوينت. شلون تأثر عندنا؟ أول شيء احنا قلنا كل ما تزداد السلسلة الكربونية، كل ما تزداد الانترموليكيولار فورسز، كل ما تزداد الميلتنج بوينت، لأنه الكسر مالته راح يكون أصعب بسبب وجود الباندر فالز أو أور أنذر فورسز. هنا شنو عندنا؟ عندنا البارافينز كريستلايز أز أ ثين ليفلت composed of a zigzag chain. ايش يصير بيه in parallel arrangement؟ The melting point of normal saturated hydrocarbon increase with the molecular weight because of the presence of the van der Waals forces. كل ما تزداد السلسلة الكربونية كل ما تزداد الفان در فالز فورسز. يعني راح تزداد الميلتنج بوينت. زين زين، هنا ايش راح يصير عندنا؟ بالالكانات كل ما يزداد النمبر اوف كربون طبعا كل ما تزداد قلنا الهيدرو تزداد الميلتنج بوينت، بس اكو فتح حاله عندنا يعني الكريستال ستراكشر شوف شلون مأثر لنا على الميلتنج بوينت. الميلتنج بوينت اوف الكان وذ ذا ايفن نمبر العدد الزوجي من ذرات الكربون ار هاير ذان ذوز اوف هيدروكربون وذ ذا اود نمبر due to the fact that alkan with the odd number of carbon atoms in a crystal less efficiently. ذرات الكربون اللي هي تحتوي على even number من الكربون اتوم الميلتنج بوينت مالته اعلى من الاود نمبر. شوفوا هنا بالفيجر اللي قدامكم شوفوا الايفن نمبر الميلتنج بوينت مالتها عاليه، ترجع اود فرديه تجي تنزل تصير اقل، يعني مثلا اثنين وثلاثه الاثنين اعلى من الثلاثه، من نقارن الاثنين والثلاثه الاثنين اعلى من الثلاثه بالالكانات. شوفوا ياخذ الزجزاج شيب، يعني هو تصاعدي، بس انا ما اقارن الاثنين مثلا ويا السته اقول لا العفو الاثنين
ويا السبعة أقول لا السبعة فردي والاثنين زوجي، لا الاثنين أعلى، لا اللي يمها مباشرة فقط، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أربعة وخمسة المقارنة، خمسة وستة، ستة وسبعة، سبعة وثمانية، فاللي وراها مباشرة الايفن ون اود نمبر. اذا جبتكم بالامتحان مثلا جبت لكم في ستراكشر بي ست ذرات كربون، اخذي سبعه اقول لكم بريدكت ويش وان هاف هاز هاير ميلتنج بوينت، فتختاروا لي منو وين؟ تختاروا لي ابو السته، ابو الست ذرات كربون. ليش؟ لانه الالكان اللي هي بيها اود نمبر اللي فرديه باكت ان ليس كريستال ان كريستال ليس افيشنتلي، يعني الباكجينج مالتها راح يصير شوفوا الاود راح تبقى وحدها معلقه الموليكيولز، بينما الايفن نمبر الزوجي راح الزوجي يرتبط ويا زوجي، فلهذا الشيء يصير بها راح يصير الفاندرفالس فورس مالتها اقوى. فلهذا اني هنا كلش تنتبهون اذا جبت لكم كيميكال ستراكشر ذرات كربون، مثلا جبت لكم وحده 10 وحده 11 تختارون ام ال 10 تقول الميلتنج بوينت مالتها اعلى من ام ال 11. السبب لانه الاود نمبر الكريستال باك مالتها ليس افيشنتلي. مثل المبدا اللي اخذناه هسه همين يتوضح لكم اكثر هنا بالكربوكسيليك اسيد. من قلت لكم هناك شلون هنا كده نحكي على الفاندر فالس فورس، هنا نحكي عن الهيدروجين بوند. شوفوا هنا الهيدروجين بوند هي انتم باعوا هسه الكربوكسيليك اسيد مثل الفاتي اسيد، نرجع للمخطط نفسه هذا مالتنا، شوفوا باعوا الكربوكسيليك اسيد باعوا وين؟ وين صاعده الميلتنج بوينت مالتها؟ زين تسمعوني طلاب؟ اي دكتوره اي نسمع نعم دكتور زين. أي. شوفوا وين صاعده الميلتنج بوينت مالتها الكربوكسيليك اسيد، ليش وباعوا الالكانات وين جوا؟ شوفوا الميلتنج بوينت مالتها هي جوا، بدها تصعد شويه شويه من تزداد السلسله الكربونيه نمبر اوف كربون اتوم. الكربوكسيليك اسيد لانه بها هيدروجين بوند وهي طبعا الكحول جواها بين الالكانات وبين الكربوكسيليك اسيد، شوفوا الميلتنج بوينت مالت الكربوكسيليك اسيد هم يعني نفس الباترن مالت هذا يسموه الزجزاج باترن. الفاتي اسيد كريستالايز ان مولكيولر تشين وان سيجمنت از شو ذا فولوينج ستراكشر، شوفوا هذا الفيجر اللي هو 2.14 اللي عندكم هنايا، شوفوا باعوا الايفن نمبر وباعوا الاود نمبر. الايفن نمبر شوفوها اللي فوق، من تصير ايفن نمبر عددها زوجي وحده راح تقابل الاخ، الاو اتش راح تصير مقابل السي او، والاو اتش الثانيه هم راح تصير مقابل السي او مقابل، لان هذا بالفراغ هيك ترتيبها. بس من نجي نقارنهم مثلا احكي بين الثمانيه والتسعه، منو اعلى الثمانيه لو التسعه؟ الثمانيه اعلى، ليش؟ لانه الثمانيه مكونت لي دايمر، لان الكريستال لاتس مالتها ستيبل اكثر من الاود. شوفوا الاود مرتبطه بس من جهه واحده، ليش؟ لانه الكريستال ستراكشر مالتها حاكمها انه من تصير بالاود نمبر راح يصير الاو اتش طايفه بالفراغ والسي او طايفه بفراغ ثاني. بس من تصير ايفن نمبر، من تصير عددها زوجي، لا راح وحده تقابل اللغه. هسه انتم الطلاب بالقاعه، هسه انتم مثلا تبقون مثلا انتم 20 طالب، 20 طالب تدخلون واحد قاعده بصف الاخ، البوند مالتكم عاليه، اذا صرتوا 21 طالب اجى بالقاعه راح يبقى واحد، راح يبقى واحد طايف بيكم ما عنده زوج ثاني، فهاي هنا القوه مالت الكلاس ابو ال 20 اقوى من القوه مالت الكلاس مات ال 21، لان 21 راح يبقى وحده ما راح يفهم الماده مثل ما فاهميها الزوج اللي قاعدين سويه هيك يفتهموها. زين يعني فنفس الشيء بس ريلاتيفلي طبعا الكربوكسيليك اسيد اعلى من الكانات لانه بسبب وجود الهيدروجين بوند، مو اي هيدروجين بوند، هيدروجين بوند تكون لي دايمر من عندي ايفن نمبر مال كربون اتوم.
فهذا هو المبدأ مالتنا بالحساب مالت الحساب مالت الـ even والـ odd number of carboxylic acid. زين، يعني هو مشينا احنا زين، بس هسه شويه ابيكم بدايه بسيطه حتى باكر ان شاء الله وعقب الجروبات شويه تبدي تستقبل الموضوع اللي راح اشرحه شويه بطريقه يعني افضل. فهسه لحد الان اللي هنايه ان شاء الله ماكو سؤال عن الموضوع، اصور موضوع واضح. هي الموضوع كله يتعلق بالميلتنج بوينت، الميلتنج بوينت وتاثيرها على الميلتنج بوينت مالت الالكانات والكربوكسيليك اسيد. هنا الموضوع يبدي ياخذ تشعبات اخرى اللي هي ايفن واود نمبر اوف كربوكسيليك اسيد، وحكينا عن البوليمورفيزم وشنو تاثير البوليمورفيزم على تأثير البوليمورفيزم على الفيزيكال كيميكال بروبرتيز اوف ذا ماتيريال سيتش از السولوبيليتي الميلتنج بوينت الباودر اكسري ديفراكشن، واهم شيء اهم شيء تأثيرها على البايو افيلابيليتي. هسه حناخذ اكو فد حاله اكو فيجر اجى بالبدايه قلت لكم اوفوا احنا راح نخليه على المحاضرات الجايه. فاني هسه عندي هذا الموضوع راح ادخلكم بيه مقدمه، راح اعيده انا طبعا ان شاء الله بيوم المحاضره مالتكم يوم الاحد والاثنين للجروبات البقيه. سوبر كريتيكال فلويد از ذا انترميديت بتوين الليكويد اند جاز. The critical pressure is the minimum pressure required to liquefy the gas at its critical temperature. Increasing the pressure results in increasing the density without significant increasing in the viscosity. The application of the supercritical fluid is the extraction, preparation of polymer mixture and formation of nanoparticles. عندي حالة أنا شلون أحول الماتيريالز من حالة إلى أخرى هنا بتاثير البريشر وتاثير التمبرشر. طبعا اكيد هناك الكونستريشن هم راح يتاثر عندي من عندي سوليد ستيت. هاي السوبر كريتيكال فلويد استخدمها بالاكستراكشن، استخدمها بالكريستلايزيشن، واستخدمها بالفورميشن اوف نانو بارتيكلز. الادفانتج مالت السوبر كريتيكال فلويد extraction and the purification of the compound at low temperature. بالاكستراكشن يعني اريد اسوي اني اكستراكشن للماتيريالز مالتي، فش اسوي لها اني هاي الماتيريالز مالتي؟ الماتيريالز مالتي ورودة مالتي زين زين extraction and the purification of the compound at low temperature. اريد اسوي اكستراكشن للماتيريالز مالتي، اريد اسوي سولفنت فولاتيليتي، اريد اسوي ايفابوريشن للسولفنت مالتي ات امبيت كونديشن، سيلكتيفيتي اوف ذا اكستراكتد كومباوند، اريد اختار اني هذا الكومباوند اللي سويت له اكستراكشن، لو انرجي اند لور فيسكوسيتي ذان سولفنت، ريديوس توكسيسيتي اوف ذا غاز. زين وطبعا الاكزامبل عليها هي اللي ديكافينيتد اوف ذا كافين. ديكافينيت اوف ذا كافين هي عمليه اكستراكشن. مثل ما تعرفون الكافين يعني كلكم تشربون شاي، تذكرون ذاك اليوم بالمحاضره الاخيره اللي قطيه كانوا بيها جروب البي يمكن ما ادري جروب الاي، يعني ساعه بالوحده ونص الطلاب كلهم انتهوا. فاحنا الكافين هو دكتور الصوت انقطع.
الموضوع لحد نهاية الشابتر، حتى بس من أشرحه، لأن هو موضوع هو مو صعب بس يراد له تركيز. فإحنا الإكستراكشن لا ما يصير بس فقط بالهاي تمبرجر، ممكن أنه يصير باللو تمبرجر. خليني أقول لكم بس أكمل لكم على الكافيين. فالكافيين أكو هواية مثل مرضى الضغط، الحوامل لأنه يسوي عندهم أبورشن. فأكو هسه حتى تشوفون أكو قسم من المحلات تشوفون دي كافاين تي ودي كافاينات كافي موجودة، بس مجرد أنه شخص أدكت مثل يعني أني الملزمة موجودة. يعني مصطفى من وسائلني السؤال، الملزمة موجودة عندكم؟ هي هاي مكتوب عليها 1 2 3 4 الستيتس اوف ماتر، منزلتها على الكلاس مالتكم كلها كاملة. والطلاب ساحبيها كلها، هي هاي للأخير. فاللي ارجو من عندكم انه تقرون وين وقفت اني يمكم هنا بالاكستراكشن مات الكافيين، تقروه. وحتى الفيس اكوليبريا والفيس رول اللي راح احكي اني محاضرات يوم الاحد والاثنين ان شاء الله، تستوعبون اللي دا احكي، لانه الموضوع هو قلت لكم ابدا مو صعب، وبس تفتهموه انتو يعني راح يعني تعرفون شلون تجاوبون. فاللي اريده من عندكم عين طلاب انتو مركزين. وهسه اني ان شاء الله يوم هذا الاسبوع هاي الساعتين ان شاء الله اني راح اختم الشابتر يعني الاخير الاول، العفو سوري، ان شاء الله نوصل للاخير. باكر انتم راح تقرون، ورا ما اخلص اني المحاضره راح اقوم طلاب على السبوره اللي يفتهموه من عندي، راح اسالهم عليه اسئله معينه. فرجاء تركزوا لي باكر، وعقبه بالماده مالتكم تقروها زين. وان شاء الله اسئله نهايه الشابتر يعني تتواصل وياي ممثله المرحله وممثل المرحله حتى ادز لهم الاسئله والتاشيرات مالتها، وانتم حلوا خلال الايام العاديه وتناقشوا بالحلول بيناتكم. وان شاء الله يعني من يعني توصلون للامتحان انتم مسيطرين يعني وعارفين الحلول مالت الاسئله. سووا لكم دفتر، سوي لكم دفتر حتى تحلون بيه الأسئلة مالت نهاية الشابتر، ويعني حتى إن شاء الله ما تواجهون أي صعوبة من تحلون الأسئلة بالامتحان. هو بالنسبة لكم طلاب يعني إذا هنا ممثل المرحلة وممثلة المرحلة موجودة، يعني طلاب مش شفتوا لكم حل الموضوع السبت؟ يعني راح تكونوا تداوموا 6 أيام بالأسبوع. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام طلاب. دكتورة ماكو حل، والله قدمت أكثر من طلب للعمادة وما رحمت. زين زين، يعني انتو هيك 6 أيام حتلحقوا ماما محمد؟ ما لاحق دكتورة، أنا يعني قدمت طلبات قلت لهم، قالوا هاي وحدات مثبتة وما نقدر. زين حضوري ما ترهم حضوري، يقولون لأن قاعات ممتلئة وكل ساعة تفوت انكو قاعة أصلا فارغة. اي زين، هو هذا لعد هو هذا حل ماما يعني ما اعرف يعني هو هيك زين الكلية ليش تستوعب هالقد أعداد غير تاخذ على الطاقة الاستيعابية مالت الكلية؟ يصير مثلا هسه احنا صيدلة بغداد من كنا اكو قاعة عملاقة هسه دا يجمعون بها الطلاب، واكيد دا ينطوهم المحاضرات حسب الاصول ومقسمين جروبات اي وبي. زين يعني هنايا غير يعني اكو حل يعني للقاعات، غير قاعات موجودة تستوعب مثلا الاعداد اللي موجودة هسه حاليا. زين شلون أنا قدمت، تقبلون انتو يوم السبت؟ يعني انا كنت طالبة، كان اوفنا احنا الخميس والجمعة، انا كنت الخميس والجمعة يعني دق قراية اقرب من الصبح لليل، هي هاي قرايتي اني يعني الايام العادية. يعني ليش يعني نكون صريحين، يا دوب الكويزات المختبرات هل تقرا شوية من المادة هيك تفهمها على السريع، بس القراية قراية المركزة، الهوم وركات اللي يريد منها يريد تكون الاستاذ يريد هي كلها بيومين. يعني الجمعة شو تصير الجمعة؟ يا دكتور المشكلة الإلكترونية حتى يعني هي مو وقت إنه يعني قليل، إنه من 8:30 ل 4:30 العصر، الله وقدمت أكثر من يساعدكم يعني اقتراح، يعني اقتراح أصلا أكو اقتراحات أصلا، يعني مو إلغاء محاضرات أو في شيء، مجرد في زين. شغلات بسيطة، إنه مثلا الحاسوب 4 ساعات مسوينا إياها كل جروب ساعة، قلناهم إنه كلهم يندمجون بوقت واحد عند سويسرا عندنا مجال، هم ما وافقوا. هواي 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 أشياء قدمناها والله، بس ما لقينا حلول. اي يعني اي لانه انتو يعني يعني الله يعينكم، يعني شوف انا شلون حتلحقون بالقرايه مالتكم، يعني مو سهله يكونوا يعني وحدات يومين. ثابتة، يعني هي وحدات صح ثابتة الوحدات بعد ثابته انا المنافسة. وياكم، بس غير اكو حل مثلا يعني هسه
انتوا هسه يوم هذا رايح عليكم المفروض تقرون بيه، انتوا قاعدين تحضرون محاضرات وتسمعون وتركزون، صح؟ هي شرح الاستاذ احسن تقرون، يعني صدقوني يعني هسه هاي المحاضره انا 3 أرباع الساعه، احسن ما تظلون تقرون يمكن 2 ساعة أو 3، يعني انتوا اخذتوها من عندي افضل. اللي راح ادخل لكم اياها المحاضره الجايه هسه انتوا راح تقروها راح تشوفون الصعوبه مالتها، بس بين اشرح لكم اياها انا راح تتوضح اكثر اكيد، بس الوقت لازم يكون. يعني هسه انتوا يعني عندكم فراغات بالجدول مالتكم هيك دا تصير غير خلال ايام الاسبوع مثلا؟ كحضوري الحضور إيه، بس اي يعني الإلكتروني مثلا لا، يعني للعشرة محاضرة ورا ونص محاضرة. مثلا انتوا ما عندكم محاضرات، للعشرة ونص مثلا ما عندكم محاضرات، يعني هيك شيء يعني اكو هيك طبعا لانه القاعة مشغولة اللي غير بالضبط بالضبط. والله يعني الله يعينكم ان شاء الله انا وياكم ما اقصر، بس يعني بصراحة لود هواية عليكم يعني. دكتورة هسه حضرتك خبرة تدريسية، شنو اكو اقتراح شوف فينا مناسب انه واحد يقدمه؟ خلي يبنوا قاعات كبيرة. هذا هو هو الاقتراح الا الوحيد. بناية، ماكو غير حل، ايه الا بناية، ايه الا تنفتح الا بناية. بناء وهذا الشيء يعني توزيع وزاري، الا تنفتح بناية، بنايتنا ما تكفي، ما تستوعب الاعداد. ما يعني اي ما تكفي، لازم تبني بناية بيها مثلا قاعات هم من 5 مثل هاي بالضبط، يلا مثلا تستوعب هاي الاعداد. بس يعني هسه احنا احنا يعني عبالي مثلا اني هاي الساعة تقدرون مثلا ولو هي باقي الجروبات تكون مشغوله مثلا تاخذوها مثلا شلون قلت لك الاثنين مثلا اكو جروبات ما عندها شيء الصبح مثلا تاخذ الالكتروني بهاي المحاضره، بس شلون انتم بالكليه والنت والله صحيح. يلا الله يعينكم يعني ان شاء الله تسلم. احنا 4 مراحل بعدد 5 مراحل، راح يجي المرحله الاولى ايش راح نسوي؟ راح نعتبر 6 مراحل احنا بالكليه مو 5، يعني عددنا ضعف. اي احنا كانت احنا الطلاب مالتنا الاعداد مالتنا كانت كلها 100 الى 150، 100 الى 150. هاي السنه اللي جيتوا انتوا كنتوا العام العفو يعني 430 طالب، 440 تقريبا، والسنه اللي جايه بعد ما اعرف يعني، فما اعرف يعني يعني لازم يلقوا لكم صوره ما اعرف زياده تكبير القاعات الدراسيه ما اعرف والله، يعني ما معقوله هيجي طالب يبقى 6 ايام يقرا بالاسبوع ويقعد بس يوم الجمعه، شو يصير هذا الجمعه؟ يعني حتى واحد همينه يريد يرتاح يريد يشوف اهله يريد يعني ما اعرف ياخذ دكتورة مثل الريست. العفو دكتورة، شو اسمه، اكو ايام نروح نداوم بيها يوم كامل عن محاضرة واحدة ساعة وشي، ويظلون ساعة الطلاب من وشي 8:30 ل 2:30 ينتظرون الخطوط على مود ساعة واحدة. على الساعة واحدة حقكم والله الله يساعدكم، مثل مو همين الطالب فري ما مرتبط بخط مثلا كان مثلا رجع للبيت هذا، ولو هو اليوم اللي طالع بيه الطالب بعد هو يعني هاي من أيامنا اليوم اللي تطلع بيه بعد هذا اليوم يعني الطريق وروحه ورجع بعد هو انتهى. الله يعينكم ان شاء الله ابني الله يسهل لكم، بس انا بدي اعرف اذا اكو صارت صورة حل ان شاء الله يعني احنا وياكم، وان شاء الله المحاضرات يعني مالتي كاملة سويت ريكورد لهاي المحاضرة، بس بالقاعات الحضوري اني ما اقبل الريكورد ماما، لانه اني شرحي كلش كافي ووافي والسماعة موجودة حاليا، بس المحاضرة